السلام عليكم، بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي أجريان كويزين. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الدرسة تاع السردين. أول حاجة بالنسبة للدرسة، شديت حبة فلفلة خضراء، anyway حمراء خضراء صفراء، نتوما واش كاين عندكم في الدار. درت قشرتها، نحيت هذيك القشرة الغليظة باش كي نرحيها ما تجينيش هارد، وممكن نعمر بها السردين تجيني طرية. درت حبه فلفله، درت حبه طوماطيش، درت القزبر والمعدنوس، ودرت الثوم، ميكسيتهم في الروبون بيان بيان. وبالنسبه للزيبيس، انا درت شويه فلفل الكحل، شويه راس الحانوت، شويه بابريكا، تشيلي باودر، شويه كركم، الملح والكمون. بالنسبه للكمون زيدوا شويه، باسكو بالك الحوت الكمون هو اللي يعطي القول للسردين. وعاودت ضفت هذوك لي زيبيس، ضفتهم في هذيك الدرسه اللي رحيت في الروبو. تقدروا ديروا شويه زنجبيل، انا ما كانش عندي، شويه برك. ومن بعد نضيف شويه زيت كيما تحبي، ديري زيت الزيتون ولا زيت المائده نورمال اللي باش زيت اللي باش كيطيبوا عادي كيما تحبوا. انا ما درتش زيت الزيتون، درت هذه. ديري مغرفة كبيرة ولا زوج مغرفات، وعاودي ميكسيهم بيان بيا لي زيبيس مع هذيك الدرسة. ومن بعد نشد السردين ونعمرهم كامل، ومن بعد نعاود نرجعهم نخليهم مدة ساعة زوج سوايع، على قد ما تخليهم راكي في الفايدة. انا بالك درتهم عزوج، قليتهم على 6، عطيتهم وقتهم بيان بيان. عاودت درتهم في الفريجيدار، من بعد كي جيت قليهم درت زوج حبات بيض مع شويه الملح، شويه فلفل الكحل، كيما تحبي ديريهم في المقلاة ولا ديريهم في الأوفن. أنا درتهم في المقلاة، وهنايا درت الفارينة كيما تحبي، ديري الفارينة ولا ديريهم في لاشابلوغ. أنايا درت الفارينة، بالنسبة للفارينة درت لها شوية فلفل عكري الملح وشوية فلفل الكحل. بالنسبة للفلفل العكري باش كنقليهم يجيو حمورة. نتمنى إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة، نتمنى إعجابكم، كتبوها لي في الكومنتار. شوفي انا تجوني حمارة، جوني ما شاء الله، وش جوني بنان، نتمنى تجربوهم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي، بسلامه.